انضم المدرب الإسباني لويس إنريكي إلى قائمة المدربين المغادرين لمهامهم مع منتخبات بلدانهم بعد إقصائها من هذا المونديال. وكان المدرب واللاعب الإسباني السابق أصدر بياناً يعتذر فيه للاعبي المنتخب الإسباني بعد إقالته من منصب المدير الفني لفريق لاروخا في أعقاب الخروج من دور 16. وتجري إشارة إلى أن مدربي منتخبات إيران والمكسيك، والله حرامات إيران طلعوا، وبلجيكا كانوا قد سبقوا إنريكي بمغادرتهم مهامهم، ولا يزال الغموض يخيم على موقف مدربي المنتخبين القطري والسعودي وفقا لوكالات رياضية خبرية.